حسب آخر تحليل على الموقع الرسمي للحكومة الكندية الموافق للسادس عشر من آب أغسطس أوت 21 و2000، وصلت نسبة السكان الذين تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قرابة 72% حتى يوم السابع من آب أغسطس أوت الجارية، فيما تطعم قرابة 62% بجرعتين في حملة سريعة لزيادة عدد الملقحين. ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا تقريبا 82% بالنسبة لمعدل الأعمار لأكثر من 12 سنة. وتجدر الإشارة إلى أن حملة التطعيم بدأت في كندا منذ ديسمبر 2020. ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 1,045,000 إصابة، فيما سجلت 26,702 حالة وفاة حتى اليوم. ويذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا كان منذ عام و14 أسبوعاً تقريبا. ومن أخبار فيروس كورونا المستجد إلى العودة المدرسية بالنسبة لطلبة مقاطعة كيبيك، فإنه لم يتم الجزم في موضوع عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بمقاطعة الكيبيك بالنسبة لسداسية خريف 21 و2000، حيث لم تتخذ وزارة التعليم العالي بعد القرار النهائي في الغرض. من جهته، كان رئيس الوزراء بمقاطعة كيبيك فرانسوا لوغو كان قد أعلن في وقت سابق أنه في حال طلب 75% من المواطنين في كيبيك على الأقل جرعة واحدة إلى غاية موفى شهر آب أغسطس أوت الحالي، فإن مزاولة مقاعد الدراسة ستكون ممكنة في خريف 21 و2000. شكراً.